بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. زي ما كان في دوم بيكون في حاجة اسمها جافا سكريبت براوزر بوم، البي او ام اختصار لبراوزر اوبجكت موديل، وديت كونسيرند ويز معنيه بطريقه كلام او جافا سكريبت ازاي تكلم المتصفح. فالكلام مثلا بيكون عن امور جدا مختلفه، راح نبداهم بالجافا سكريبت ويندو، ازاي الجافا سكريبت بتكلم الويندو. طبعا انت عارف ان القصه بتمشي بروبرتي اللي في مجموعه من الميثودز ومجموعه من البروبرتيز، وازاي الويندو ده اوبجكت زيه زي اي اوبجكت ثاني زي الاري زي بقيه الحاجات اللي احنا اخذناها في الكور جافا سكريبت. هنبدا طبعا زي ما احنا كنا ماشيين، هناخد اجزاء بس من السيناريو، مش يعني ايه ان احنا نلم كل الميثود وكل البروبرتيز بتاعه الويندو، فده امر يعتبر جدا صعب وجدا يعني مش ثابت، لان يعني البراوزرز المودرن براوزرز ليها بومز مختلفه، يعني ايه ليها طبعا لان ليها سيرش انجنز مختلفه والكلام ده، فبتلاقي ان المساله ممكن ما تمشيش بشكل ثابت. فاللي احنا هنحاول نتكلم عنه في البوم زي ما اتكلمنا في الدوم، الحاجات اللي هي المور كومون، الحاجات المشهوره. هنبدا ان شاء الله باذن الله بويندو دوت انر هاي. انا هفتح ال الكونسول بتاعي وهكتب ويندو، وطالما انا بكتب ويندو يبقى انا بكلم الويندو بتاعت المتصفح، تمام كده؟ تمام، اوكي دوت. عايز منها ايه؟ انا ممكن اقول له نبدا باول امر اللي هو انر هاي مثلا، تمام كده؟ ويندو دوت انر، انا هنا انا بتكلم عن بروبرتيز، فبروبرتيز مش محتاج برنتسيس. انا لو عملت انر هاي بس بشكل مباشر هيقول لي ان الهاي بتاعك 418 وملوش دخل طبعا غير بالانر بالحته دي. يعني بص انا لو عليت المشوار ده لفوق شويه وجيت اكرر نفس الامر وعملت انتر هلاقيها بتقل، يعني هو ليه دخل بالانر هاي. يعني على نفس السيناريو لو انا المره دي قلت له انر هاي ممكن اقول له انر بنفس الكيفيه انر ويت واعمل انتر، هيقول لي العرض بتاعك بيكون عباره عن 1366 وده العرض بتاع الشاشه تبعي. نفس المبدا لو انا قلت له يا جماعه ويندو دوت دوكيومنت وتوابع الموضوع بالدوكيومنت كلها، عارف انت الدوكيومنت اللي حكينا فيها في الدوم معاك بقى، مثلا دوكيومنت دوت رايت مثلا، وده كانت عباره عن ميثود وميثود محتاجه برنتسيز، ومثلا حاول تكتب الحاجه اللي انت عايز تعملها رايت على الشاشه، مثلا كلمه هاي انتر هتلاقيها مثلا فضالي الكلام ده. يعني ايه ويندو دوت دوكيومنت معاها، كانك انت بتكتب دوكيومنت ممكن تحط قبل منها ويندو، فاهمني؟ لان كده كده انت بتتعامل مع مين؟ مع البراوزر، ففين الوحده بتاعت بتكون الويندو، ها انت بتنادي على الدوكيومنت عشان يظهر على الويندو بتاعت المتصفح. دولت مثلا مجموعه الخصائص المور كومن البارزين البروبرتيز البارزه شويه في ويندو، الانر هاي والانر ويتس والدوكيومنت. في ميثودز بقى للسيناريو ده، الميثودز دي زي مثلا ويندو دوت اوبن، خلونا ناخد ويندو دوت اوبن، وديت محتاجه بقى ايه اثنين برنتسيز علشان ايه ديت ميثود يا جماعه، تمام؟ لو انا عملت انتر هتلاقي اوتوماتيك فتح لك تاب جديد، وديت الامر المعني بانك تفتح تاب جديد. هو فتح لك بعدين قال لك اه ده انت عايز تعمل ايه؟ انا في بلر وفي كلوز وكلوز وفوكس وفريم بنال، في حاجات مختلفه ممكن تعملها. طيب لو انا مثلا كنت استخدمت نفس الامر وعملت انسبكت هنا والكونسول تاني وقلت له ويندو دوت كلوز مع البرنتسيس وقلت انتر، فراح قفل لي التاب اللي انا كنت كاتب فيه الايه اللي انا كنت كاتب فيه الامر. دولت مجموعه من الخصائص المور كومون البارزه في التعامل مع الويندو في البوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.